هذه الاستهدافات والانفجارات هي تحدث ضد منشآت تابعة إلى الحرس الثوري الإيراني بشكل مستمر في الداخل الإيراني، توضح طبيعة الاختراق الكبير الموجود في الداخل الإيراني. ما سر هذا الاختراق؟ يعني لماذا إيران لا تجد حلا كنظام إيراني؟ دعنا نتحدث بالمنطق، لماذا لا يستطيعون ولا يتمكنون من إيجاد حل لهذه الاختراقات التي تستهدف أهم جهاز عندهم اللي هو الحرس الثوري؟ نعم، سؤال ممتاز. هناك أيضا عدة أسباب. أولا يعني نتحدث عن دول متطورة بالتكنولوجيا كإسرائيل وأمريكا ودول أوروبية، إذا أرادت ذلك بالتأكيد إمكانياتها وقدراتها هي أكثر دقة وأكثر تطورا من ما تمتلكه طهران. هاي نقطة، لا يمكن أن التوازي بين قدرات إيران يعني الإلكترونية أو السبرانية أو في أجهزة الحاسوب وغيرها مع الدول المتطورة وعلى رأسها إسرائيل التي لها مصلحة في كل ما يحصل في الداخل الإيراني. العامل الثاني هو عامل داخلي، هناك صراع في داخل إيران. الحرس الثوري بدأ يهيمن على كل شيء، على الحياة السياسية والأمنية والاقتصادية وغيرها والعسكرية في داخل إيران وحتى في الإعلام، وهناك يعني عدم رضا وغضب شديد ليس فقط من قبل المواطنين بسبب تردد الأوضاع المعيشية ودور الحرس، بل حتى من قبل العديد من المؤسسات مثلا من الجيش الذي يعني يشعر بأنه هناك عنصري أو تظلم بحقهم. هناك يعني ممارسات، كل شيء أصبحت بيد الحرس الثوري ومصادرات كل شيء باسم الحرس الثوري، يعني لا شيء يستطيع الجيش يقوم فيه. هذا عامل. عامل ثاني، هناك صراع بين تيارات النظام الإيراني، وأيضا هذا الصراع أيضا ينعكس بما نراه اليوم هو تعاون بعض التيارات التي تضررت وحذفت من الساحة السياسية وغيرها، تتعامل مع الخارج من أجل يعني ضرب هذا التيار المهيمن. وبالتالي حتى على صعيد المواطنين، هناك المواطنين في كل أنحاء إيران أيضا مستعدين للتعامل مع أي دولة خارجية من أجل ضرب الحرس الثوري الإيراني وأضعاف النظام الإيراني وحتى إسقاطه، لأنه يعني الوضع المعيشي المتردي ربما من أجل أو دوافع معيشية اقتصادية مالية يذهبون إلى ذلك الاتجاه، وبعضهم بسبب المواقف السياسية ويعتبرون النظام الإيراني عدوا وسحق كل شيء في الداخل الإيراني، لذلك انتقاما من هذا النظام يتعاونون مع العوامل الخارجية. رأينا أنه كيف الإسرائيل مثلا اخترقت إيران ومؤسسات إيرانية عديدة، من الوصول إلى محطة نطنز، من سرقة الأرشيف النووي الإيراني بأكمله من طهران ونقله إلى إسرائيل وغيرها من الأمور. هذا يثبت بأنه إسرائيل قادرة بعوامل خارجية، قدرات وتقنيات، وبعوامل داخلية التي تحدثت عنها. الحرس الثوري أيضا هو الذي يتصدر المشهد، وهو الذي بيده كل الملفات، وهو الذي موجودة يعني في الإقليم. والحرس الثوري وفيلق القدس هو الجناح الخارجي للحرس الثوري الإيراني. إذن أي ضربات أو محاولات إضعاف بالتأكيد تتوجه إلى الحرس الثوري الإيراني في الداخل أو في الخارج.